اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده اكل صحي. يوم الاحد من كل اسبوع بيكون الاكل ومطبخنا مطبخ صحي. انا مش بكلفك حاجه، هي الحاجات اللي موجوده في الثلاجه، المتناولات اليوميه لينا اللي عند بتاع الخضار، عند بتاع الفاكهه وهكذا. ولكن عجبني وانا بعمل الشوبنج بتاعي من الخضروات، يعني انا دايما بحب اتسوى واجيب انا الحاجه بنفسي كده، يجي لي مزاج اشتري الكوسه بنفسي، الخضار لازم يكون طازه وفش. فشفت اللي هو القرع الاخضر اللي هو اليقطين الاخضر، في النوعين، في طبعا اللي موجود معانا ده الاصفر ده، وده اليقطين ده معروف بنعمله ايس كريم، بنعمله حلويات، بنعمله القرع او نعمله اليقطين بالوايت صوص او بالبشاميل واحنا عارفينه طبعا. ولكن الاخضر ده مش نادر او مش متواجد دايما، ولكن بالابحاث العلميه وجدنا ان اليقطين الاخضر ده قيمته الغذائيه عاليه جدا، والنهارده يومه. ليه؟ ده بيعزز صحه القلب، واحنا كلنا عايزين قلبنا يبقى قوي. ليه يا عم الشيف؟ لان فيه مضادات اكسده، غني جدا وعنده ثروه قوميه من مضادات الاكسده، فبيعزز صحه القلب، رؤيه العين، مفيد جدا ويقينا من مرض السرطان والعياذ بالله، فليه ما نستخدموش حتى وهو موجود عندنا؟ فخلونا نعمله مع بعض النهارده بطريقه لطيفه وجميله، ونعمله مع اللحمه المفرومه. معانا كمان الايس كريم بالفراوله النهارده، ونشوف ازاي نعمل الايس كريم المنزلي بدون تكلفه. اذا كان هنعمله فراوله عملناه امبارح بالشوكولاته، النهارده معانا صوص فراوله، ونشوف نعمله مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. طب هتعمل القرع ده بما ان هو قيمته الغذائيه عاليه جدا، هتعمله يا شيف؟ له طرق كتيره في التسويه، يا اما ان احنا نحشيه لحمه مفرومه ونحشيه رز مع خلطه ومكسرات، يا اما نعمله يخنه، اكله مشهوره جدا في المطبخ الشامي اسمها مفركه القرع باللحمه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. ممكن تاخد دبس الرمان، تاخد مكسرات حسب الرغبه. بالتاكيد بما ان هو قيمته الغذائيه عاليه جدا فلازم نهتم بيه في مطبخنا طالما هو موجود في السوق. هنطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. الاكل النهارده صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ايس كريم فراوله مقاديره على الشاشه، الفراوله وبتاع الفراوله، معانا صوص فراوله، معانا جيلي فراوله، وجيلي الفراوله بيغنينا عن الجيلي الشفاف اللي هو الباودر، معانا كريم شانتيه، ومعانا حليب باودر. المقادير اهي زي الفل، تمام. كل دول معانا، هنعمل مع بعض ايس كريم فراوله، ومعانا صوص فراوله، صوص فراوله للتقديم. ممكن نحط شويه مكسرات، نحط شوكولاته فارسيه كده لطيفه جميله الاولاد بيحبوها حسب الرغبه. طب نعمله ازاي؟ واحده واحده مع بعض. كاساتك كاساتك، حلو. جيب بوله كده، اللهم صل على النبي. معانا كريم شانتيه، بناخد منه شويه كده، عايز اقول لك حاجه حلوه، الكريم شانتيه علشان يبقى معاكي مطاط بالشكل ده كده، شايفه كده الجو ده جو الايس كريم اهو اهو، مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري. ايه السر يا عم الشيف؟ معلقتين زيت يتحطوا مع الكريم شانتيه وانتوا بتضربيه، هو اللي بيديك الماده المطاطه دي اهو اهو اهو، ماده المطاطه بتاعت الايس كريم اللي احنا عارفينها اهي. طبعا لو عندنا التبريد عالي هتتفرجي عليه ده اهو، احنا بنكسب الوقت بس اهو، ده الايس كريم نازل اهو، ده الشكل بعد الايس كريم ما بيفك شويه اهو. معلقتين زيت في قلب الخلاط بيديك الماده المطاطه اللي احنا شايفينها دي كده اهو، زي الفل، تمام. مضرب صوص فراوله، يا ويلي ايس كريم فراوله، ونحط شويه جيلي فراوله، وده يرجع تاني للتبريد. عايزه طعم الفراوله مع طعم فانيليا، حط فانيليا. طلع الايس كريم فراوله بكل سهوله، وعلى الاقل ضمنتي استخدامك للماتيريال للمكونات بتاعته زي الفل اهو. اقول تاني المقادير بتاعته ايه يا عم الشيف؟ كريم شانتيه، حليب باودر، بنضرب الكريم شانتيه مع الحليب الباودر او كريمه اللباني في قلب الخلاط، معلقتين زيت للماده المطاطه دي اهي اهي، شوفها مخرجنا الجميل اهو 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 اهو، ده الايس كريم اهو اهو. عايزه تعمليه بالفراوله هتعمليه، عايزه تعمليه بالمشمش هتعمليه، عايزه تعمليه بالكيوي هتعمليه بنفس الطريقه اهو، حلو اهو.
زي الفل. ده بيرجع التاني التبريد ونقدر ان احنا نغرفه مع بعض. عينيا الاثنين. حاضر. ده الكريم بتاع ده الايس كريم معانا جاهز. تعالوا نغرفه مع بعض كده سريعا ونزينه لاولادنا ونقدمه لاطفالنا. ممكن نقدمه مع شوكولاه، ممكن نقدمه مع عصوص فراوله، الاثنين معانا. ونغرف مع بعض الايس كريم اللي عينك تجيبه هاته حبيب قلبي وحبيب والديك. وادي الايس كريم بتاعنا بنحطه في كاسات لاولادنا. ده طبعا المفروض يتحط في التجميد كمان. تلاجة درجة تبريد 20 تحت الصفر. التلاجة بتاعتنا الحلوة مديانا ايس كريم زي الفل جاهز للاكل على طول. اقول لكم على سر، انا بحب الايس كريم ما يكونش تبريده عالي قوي على فكرة. في ناس تحب تبريده يكون يبقى ماسك نفسه. شايفين المادة المطاطة اللي موجودة في الايس كريم ديت جت منين؟ من معلقتين الزيت اللي انا حطيتهم على الكريم شانتيه. تاني كمان واحدة واحنا شغالين مع بعض. جو الحر وجو الصيف عايز تغيير. بتحط المعلقة اللي بتغرفي بقى الايس كريم دي في مية سخنة، تقوم تسلك لك المعلقة. ده في حالة لما يكون الايس كريم ايه؟ ماسك نفسه. بالشكل ده كده. زي الفل يا عمي. عايز مكان على الايس كريم ده. ده بيتي. طعمه حلو. عارفين احنا مستخدمين الفراولة ازاي؟ صوص الفراولة بتاعنا. كمان واحدة هنا. الكوباية دي بتاعتي. وأنا بحب البسكوتة اللي بتتعمل مع الأيس كريم تبقى لطيفة وحلوة كمان. ممكن مش عايزة تعمليها تجيبي البسكويت العادي وتقدميه. بسكويت بالشوكولاتة، بسكويت عادي خالص. معانا شوكولاتة زي دي كده. الأطفال بيحبوا الحاجات ديت. معانا صوص فراولة لطيف وجميل. سقطه كده هنا عليه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ وعملنا ايس كريم لاولادنا. ممكن يقول لك يا ماما مش زي بتاع بره. نشرح لهم الموضوع هنا بقى ببساطه كده، وفرصه واحنا بنشرح الموضوع نحببهم في المطبخ. والله انا شفت الشيف المغازع. يا نعم والله انا شفت الشيف المغازع عمله من يومين على شاشه القناه الاولى. والبنتك البنوته الحلوه هتخش المطبخ تعمله هنا مكانه. عينيا، ايه رايك هنا حبيب والديك؟ ودي كمان مكانها هنا. حلقتنا النهارده زي ما حضراتكم شايفين بالترتيب، بدانا مفركه القرع الاخضر او اليقطين الاخضر بطريقه بسيطه وسهله. جبناه قشرناه، يتغسل الاول طبعا، وده من فصيله القرعيات احنا عارفين، سواء الكوسة، سواء اليقطين الأخضر، سواء اليقطين الأصفر أو البرتقان اللي معانا ده كده. وعملناها باللحمة المفرومة. فيكي تعملها شوربة بالكريمة، ممكن نعملها صينية زي المسقعة تبقى لطيفة برضو. يتقطع شرايح كده وياخد لحمة مفرومة يبقى مسقعة زيه زي البتنجان. احنا معانا عموما يعني ممكن نعمله بكذا طريقة. وعملنا البطاطس الحلوة دي للأطفال والرياضيين بالذات. مش كل مرة هناكل بطاطس مقلية. اللي عاجبني كمان الايس كريم فراوله الجميل الحلو المنزلي نسميه، لان بالتاكيد طبعا مش زي اللي بنشتريه من بره، بيبقى فيه تبريد وفيه عمليه تكنيكيه لموضوع الايس كريم. انت عملتيه وحطيتيه في الفريزر وغرفتيه. عاده للاكل الحلوه دي شويه رز ابيض حلوين مفلفلين كده، رز مصري، معلقتين زيت مع شويه رز، شويه بهارات، حبهان، نقدمه مع السفره بتاعتنا. اذا بنعمل اكل صحي او غير الاكل الصحي، سفرتك ما تخلاش من السلطه الخضراء، من المكونات بتاعتها، من الدرج بتاع الثلاجه. عندك الخيار، عندك الطماطم، الفلفل، الجرجير، الخس، كل ده. ولكن اذا فيها ورقيات زي الخس والجرجير يفضل تتبيلتها قبل ما نقعد على السفره مباشره. اكلنا النهارده اكل صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. تابعوا الشيف المغازي كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين؟ من ماس بيرو. We'll be right back.